ازيكم اخباركم ايه؟ احب اشكر متابعاتي لكل الصور اللي بتبعتوها ليا من وصفات صحيه بتعملوها عندي من القناه وبتعجبكم وبتشاركوني بيها، سواء بتقولوا لي ارائكم هنا في اليوتيوب او بتروحوا الانستجرام نفس اسم القناه وبتشاركوني بالصور. كمان احب اعرفكم بنفسي لاول مره يشوفني، انا ريم بقدم اكل صحي وسلسله انا بكملها معاكم اكل يوم كامل بالسعرات الحرارية تساعدكوا على تفقدوا وزنكوا بطريقة صحيحة. وده مش دايت يا جماعة، ده بس بيديكوا فكرة وانتوا تقدروا تكملوا الأسبوع أو الأيام زي ما انتوا بتشوفوها وتناسبكوا. النهاردة الأبحاث قالت وكل العالم ان الوجبات اللي بتحتوي على نسبة كويسة من البروتين والدهون الصحية بتساعد على موازنة أو بتخلي نسبة السكر في الدم جيدة، بتخليه على شكل زجزاج صغير او تقريبا مستقيم، يعني زجزاج صغير. وده بنفهم منه ايه؟ بنفهم منه ان احنا لما بنساعد الانسولين والسكر يكون في الدم مظبوط بنساعد نفسنا ان احنا نحرق دهون بطريقه جيده وصحيه من وزننا. وعشان كده الناس كتير بتعاني من ثبات الوزن عشان بيكون عندها نسبة السكر حتى لو ما عندكيش سكر. كمان الابحاث اكدت ان نسبة البروتين في كل وجبة للاشخاص والكربوهيدرات الصحية بطريقة متوازنة والدهون الصحية ده بيساعد على ان الشخص ما يشتهيش حاجات مسكرة طول الوقت. مع الوقت مع الاستمرار نلاقي نفسنا الحاجات المسكرة بنشتهيها بطريقة اقل. يلا نشوف الوصفات عشان ما اخيش عليكم كتير. النهاردة هناكل بيض، يعني كله مليان مفعم بروتين نشبع لوقت طويل، نحرق ودهون، مفيش اي عيش مفيش اي نشويات غير من شوية الخضار اللي هحطهم. قطعت بصلة تقريبا حمرة متوسطة، شوية طماطم، انا مش هقول لكم المقادير لان احنا في الخضروات انا ما عنديش ليها المقادير، لكن بالعين المجردة كده يعني نص كوباية، شوية رشة كمون، رشة ملح وفلفل، رشة شطة مجففة او تشيلي فليكس، وحطهم مع معلقة زيت زيتون وشوحتهم على النار. عقبال ما يتشوحوا كنت انا عاملة هنا 3 بيضات صغيرين او بيضتين كبار ومعلقة حليب كامل الدسم، شوحت الطماطم والبصل على النار وحطيت البقدونس في الاخر، لكن مش رجعتهاش على النار بس البخار بتاع الخضار هو اللي عملها. حطيت تقريبا معلقة صغيرة من جبنة البارميزان وعملت البيض اومليت وتنيته زي ما انتم شايفين. الريحة تجنن، طريقة الطماطم لما تستوي لوحدها مع البصل بالطريقة دي تجنن. جربوها وارجعوا قولوا رأيكم واكيد هتدعوا لي. نيجي للسناك، طبعا كل الاطباء وسمعنا من زمان لازم ناكل كل يوم تفاحة، فانا النهاردة هاكل تفاحة، مش مهم صفرة مش مهم حمرة مش مهم خضرة، المهم ناكل تفاحة او فاكهة. هنا رشيت شوية قرفة بعد ما قطعتها، القرفة بتساعد على سرعة الحرق، بتساعد ان احنا لو بنشتهي دايما حاجات مسكرة تخلي ده يقلل. وجربوها هتقلل نفسكم للحاجات الحلوة كتير جدا، ودي نصيحة انا دايما بعملها. مع معلقة واحدة من زبدة اللوز وبكده اخدت دهون وفايبر وسكريات مفيدة من التفاح. والنهاردة الغداء عبارة عن مين ما بيحبش الفراخ المقرمشة من بره ومحشية جوه جبنة وسبانخ وبهارات وتوم فاهمين، وتحتيها صلصة دافية. النهاردة الغداء ممتع جدا، مش هناكل اي حاجة، نستفيد ان احنا نعمل طبقة المقرمشة اللي بره دي، هي دي الكربوهيدرات اللي هناكلها في وجبتنا. فيلا نشوف الوصفة لانها سهلة لكن لذيذة جدا جدا، الصغيرين والكبار بيحبوها. هنا في كسرولة من اللي انتوا شايفينه ده بس كمية انا بعملها عشان بفرزن الباقي، لكن هقول لكم كمية لكل فرد بالسعرات اللي انا كتبتها. معلقة شاي صغيرة من زيت الزيتون، بصلة صغيرة مبشورة، ملح وفلفل، ونقلبهم في الطاسة على النار لغاية ما يكرملوا كده على بسيط. حطيت هنا كوباية من الطماطم لكل فرد تقريبا معصورة طازة مش صلصة يا جماعة، كان او عصرنها. ولما تغلي على النار طبعا زودت شوية مية من الموجودة في الكان، يعني تقريبا ربع كوباية مية، وغطيتها 20 دقيقة على النار تستوي على راحتها. هنا الفراخ دي صدور فراخ كاملة غسلتها بالمية والليمون ونقعتها كويس، وبعد كده اهم حاجة بقى ننشفها كويس جدا. عندك الجزء التخين بسكينة مش مشرشرة، سكينة حامية صغيرة كده بوز، نقطعها تبقى زي الساندوتش زي ما انتم شايفين، زي ما انا بوريكم خط بخط، نقطعها كده
بصوا يعني بتفتح تبقى زي الجيب او الساندوتش كده عشان هنحشيها. هنا حشيت لكل فرد يعني الفرد الواحد معلقة كبيرة من جبنة الشيدر المبشورة. انا استخدمت جبنة فيجن لكن تقدر تستخدموا جبنة الشيدر العادية او قليلة الدسم. انا استخدمت كاملة الدسم، فدي السعرات اللي كاملة الدسم. شوية سبانخ، طبعا تقدر تحطوا سبانخ، بروكلي، اي خضروات بتحبوها. وهبتدي اقفلها علشان نعمل بقى الطبقات اللي بعد كده. انا بس متأكد احط سبانخ بصورة كافية معاكم واوريكم ازاي ان هي سهلة مش صعبة. وبعدين بقفلها بايدي، لو محتاجة تتقفل بحط زي عود خشب. بس افتكروا ان انتوا قبل ما تيجي تاكلوها او تقدموها لحد تشيلوهم وتعدوا كم واحدة حطيتوها علشان تقدروا تشيلوها بسهولة. لكن الخطوة دي هتساعدكم ان هي متتفتحش وهي في اي مرحلة من المراحل الجاية. انا الصدر اللي معايا كبير شوية فيمكن احتاج اتنين، لكن لو صغير تحتاجوا واحدة بس. وبعد كده تبلتوه بملح وفلفل. ونيجي الخطوة اللي بعد كده، مننساش ان احنا حاطين الصلصة على النار. فتحت بيضة كبيرة وحطيت معلقة حليب اللوز، تقدر تحطوا حليب خالي الدسم، اي حليب تحبوه، وبهارات ايطالية. البهارات دي عشان لو مش عندك فيها زعتر، في اورجانو، فيها ثوم مبشور وبصل مبشور، فيها فليكس او شطة. وده البصمات بتاعنا من الشوفان. الشوفان العادي عندكم في البيت اضربوه في الخلاط، اضربوه في الخلاط عادي او في الكبة يبقى بصمات شوفان. حطيت توابل ايطالية فيها كل البهارات اللي تخيلوها، طعمها وريحتها تجنن. انا وريت لكم العبوة، اسفل صوتي. وحطيت هنا للفرد الواحد معلقة واحدة مبشورة من جبنة البارميزان، ده يساعد ان البصمات يبقى طري وياخد لون ذهبي على قد ما اقدر ويخلي الطعم يجنن. هقلبهم بالشوكة وابتدي دلوقتي اعمل طبعا حشينا الفراخ كل حاجة. انا بس بوريكم، مش عارفه ليه كنت بوريكم في الفيديو ده الحاجات دي، ماني كنت حاسس بيها بس كنت عامل كميه تانية لاولادي. المهم نبتدي دلوقتي نجمع الحاجات بقى مع بعض. الفراخ اللي عملتها حطيتها في البيض، ضغطت عليها كويس، استنيت عليها تشرب بيض شويه لمده دقيقه، وبعد كده حطيتها في البقسماط بتاع الشوفان على طول وضغطت عليها. اتاكدت ضغطوا عليها وتاخد كميه كويسه. طبعا لكل فرد بتاخد نص كوبايه من بقسماط الشوفان تقريبا، ممكن تحتاجوا اكتر او اقل حسب حجم الفرخة، يعني ما ندققوش قوي في المقادير في الحاجات دي، بس انا بقول لكم بالتقريب. وهنا زي ما انتم شفتوا حطيت طاسة فيها معلقة واحدة لكل فرد من زيت الزيتون، وحمصتها على الجهتين على النار، على نار هادية تاخد لون ذهبي لكن هي مستوتش من جوة. والحاجات اللي لسه بيضة في الجناب رشيتها بالسبراي بتاع الزيت. وبعد كده اخدت لكل فرد كوبايه تقريبا او 3 اربع كوبايه من الصلصه اللي احنا عملناها كنا سايبينها على النار لو انتوا نسيتوا، ادخلتها الفرن، دخلتهم الفرن. اخدوا تقريبا 35 دقيقه على 180، ممكن تاخد اكتر ممكن تاخد اقل، لكن ما تعلوش النار قوي عشان ما تحرقش منكم. دلوقتي هعمل عشان تستوي من جوه وتبقى لونها الذهبي من بره في نفس الوقت، فممكن انتوا على حسب الفرن بتاعكم، بس انا بقول لكم تقريبا. انا هنا عملت سلطه من خس خضره، بصل اخضر كله اخضر في اخضر، وخيار مقشر وقطعتهم وعصرت عليهم ليمونه، ورشيت رشه من البهارات الايطاليه عشان تديني ريحه تجنن بدون ما اضيف اي زيوت او حاجات او صوص يدي سعرات زياده للسلطه. وانا بحب اقطعها قبل ما اكلها بالطريقه دي. والسبانخ من جوه استوت والجبنه ساحت والطبق يجنن الطعم وريحه البيت بدون مبالغه، البيت ريحته تجنن. تعملوها واكيد اكيد ترجعوا تقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش تتبلوا الدنيا، الاكل الصحي بيحب التتبيل لان ده بيغنينا عن سعرات حراريه بنضيفها كتير من الحاجات التانيه وهكذا. ونيجي لوجبه العشاء، واهم حاجه العشاء مليان بروتين والياف وكمان حاجات كلها بنحبها وهي الزبادي. انا هنا استخدمت تقريبا 3 4 معالق من زبادي الصويا غير محلى. لو تستخدموا زبادي يوناني كامل الدسم، وده انصحكم بيه عشان تشبعوا لوقت طويل، تستخدموا معلقتين 3 بالاكتر وتحطوها في طبق تقلبوه مع شويه فانيليا. فانيليا خاليه من السعرات الحراريه كانت تديها طعم حلو قوي، زبادي بالفانيليا. ومعلقه كبيره ميكس ما بين اي مكسر تحبوه، انا استخدمت الفستق، وميكس ما بين بذور الكتان، اي حاجه تديكوا الياف وبروتين زياده. الكتان فيها دهون صحيه، معادن، الفستق مليان برضو بروتين صحي فايبر، الزبادي نفسه مليان بروتين وغذاء لينا وكالسيوم وبيريح معدتنا. فكده ننهي يومنا ببروتين مفعم، بروتين نشبع بيه، وكمان ممكن نعتبره في اي يوم تاني كسناك او حلو نضيف عليه شويه عسل لو حابين.
لكن انصحكوش تحطوا عليه اليوم ده اي حاجة عشان ننهي اليوم صح زي ما ابتديناه. اليوم زي ما انتوا شفتوا تقريبا السعرات ما بين 1000 او 1100 سعرة حرارية، واذا انتوا يناسبكم ان انتوا تكتروا سعراتكم تقدروا تكتروا الكميات على دليل الحاجات اللي قلتها لكم، يعني كتروا عدد البيض، عدد معالق الزبادي وهكذا. اذا انتوا يناسبكم ده كلوا زي ما انتوا، لكن ما انصحكوش تقللوا نسبة السعرات الحرارية عن 1200، وانا سبت لكم مجال انتوا ممكن تاكلوا موزة، تاكلوا مكسرات زيادة اي حاجة، لكن ما ترفعش نسبة السكر في الدم. كمان عاوز اقول لكم نصايح مهمة، لو انتوا من النوع اللي بتجوع على طول او جعانين على طول، حاولوا قسموا الوجبة اللي انا قدمتها لكم الى قسمين، وتاكلوا كل وجبة تقريبا كل ساعتين او ثلاثة على مدار اليوم، فطول الوقت تبتدي تاكلوا اكل ومتبقوش جعانين وحاسين انتوا عايزين تاكلوا اي حاجه. حاولوا اعملوا النصايح دي وقولوا لي ايه تجربتكم ليها، وقولوا لي تحت في الكومنت ايه الاكل اللي انتوا حابين تشوفوه كمان في اليوم ده، زي يوم كامل اكل صحي، حابين تشوفوا حاجات نباتيه حاجات ايه، اكتبوا لي وانا هقرا كل تعليقاتكم. شكرا لكم، مع السلامه.